تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على مواقع جديدة جنوبي وغرب محافظة مأرب عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش شنت هجمات مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أهمها قرية الروضة وتبة الخزان. وأضاف المصدر أن المعارك امتدت إلى عدد من المواقع في الجبهات الفليحة وأم ريش شرقي مديرية الجوبة جنوبي المحافظة. وأوضحت المصادر أن المعارك اندلعت عقب محاولات تقدم للميليشيات الحوثية بعد دفعها بعشرات الأنساق من عناصرها، وأن قوات الجيش شنت هجمات عكسية انتهت بتحرير عدد من المواقع في جبهتي فليحة وأم ريش، في حين دمرت مدفعية الجيش 3 أطقم حوثية في الجبهة الجنوبية وعدة أطقم في الجبهة الغربية. أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية عملية عسكرية جديدة لتحرير محافظة شبوة بالكامل من ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران. وقالت مصادر عسكرية وميدانية أن قوات الجيش والمقاومة بدأت بشن هجوما كاسحا على مواقع ميليشيا الحوثي في محور بيحان شرق محافظة شبوة. وبحسب المصادر فإن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في محور شبوة تأتي بهدف استعادة مديريات بيحان وعسيلان من قبضة الميليشيات الحوثية وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات الحوثية. أفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات المشتركة تواصل تقدمها جنوبي محافظة الحديدة. وذكرت المصادر أن عددا من ألوية القوات المشتركة تفرض طوقا ناريا على مديرية الجراح التي تعد الثالثة بعد مديريتي حيس وجبل رأس، مع استمرار المعارك التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تحرير منطقة البغيل وبني كرب والخجنة باتجاه مركز مديرية الجراح مع السلاسل الجبلية المحيطة بهذه المناطق. ولفتت المصادر إلى تنفيذ عملية هجوم مباغت نحو مواقع الميليشيا الحوثية التي تعيش في حالة انهيار لعدم مقدرتها على ترتيب صفوف عناصرها أمام الزحف المستمر للقوات المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي. أعلنت القوات المشتركة استكمال تحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة بشكل كامل. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مديرية حيس أنها بالكامل تحت سيطرة أبطال القوات المشتركة. وأكد المركز مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها عناصر الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري من انتزاع 1401 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وارتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 4409 ألغام ليصل إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 289,046 لغماً.